يا رب يا ساتر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب. طيب. السلام عليكم. احنا معوجين صح؟ ثانية واحدة. يا رب. معوجين برضو. كنا بنقول ايه؟ يا رب. ماشي. طبعا الموضوع اخد معاكم كام يوم كده، بس انا رحت اعمل نعناع وجيت بس. ماشي، احنا كنا وصلنا لايه؟ وصلنا ان احنا خلصنا الارت ووردز بتاعت فوتوشوب، وقلنا ان الدرس ده المفروض هيبقى على الاستريتور. ليه هيبقى على الاستريتور؟ عشان احنا هنخش على فريبيك نكتب ايه، كرايم ماب، ندور كده على حاجة من دول. دي مثلا هنحملها هنا بكل سهولة، بس ونفتحها هنا. دي بقى احنا عايزينها توصل لإيه؟ توصل لده ازاي؟ موضوع بسيط، هنكتب برضو ايه، بيبر تكتشر، ونكتب ايه، نزود الاستريشن. شلت تكتشر خليتها بيبر الاستريشن، بس دور تمام. النموذج بقى اللي يعجبك تشتغل عليه هتعمله هنا ازاي؟ خلينا نبص مع بعض. يعني انا مثلا النموذج ده كنت شغال عليه ازاي؟ هاي السبورة اللي هي موجودة هنا، خلينا نجيب ده جنبنا هنا. كل اللي عملته ان انا جيت قبل ده السبورة، قمت جاي ايه، حاطط الورقة بتاعتي اللي هي دي. الورقة دي عملتها ازاي؟ عايز تعملها على الستريتور اعملها، عايز تعملها على فوتوشوب اعملها. الموضوع ايه، سيان. وليكن مثلا نفترض ان احنا اخترنا حاجة زي دي، خلاص ده داونلود، خش نجيبها. عايز الورقة دي مثلا، خلاص هاخدها كنترول سي، خش على فوتوشوب اعملها كنترول في، انتر. بس يبقى دي الورقة اللي انا هستخدمها. زودها بقى بالتكتشر، فاحنا نيجي هنا عشان ايه، هنا التكتشر والدنيا كلها بتاعتنا. هنا احنا عايزين نعمل عليها كلر لوك اب مثلا، او سوليد كلر. خلينا نعمل عليها سوليد كلر كده مثلا. ماشي، ممكن نعمل لها بقى كنترول جي تبقى دي النسخة اللي تحت، نعمل نسخة تانية فوقيها. بس نعمل كده كنترول تي، نكتبهم كده، فاهمين قصدي؟ بحيث ان هو ايه، اكنك في ورق كتير على السبورة محطوط او على الحيطة يعني كده مثلا. خلاص هو معايا كده، يبقى بقى بس ان انا ايه، اضيف لها تكتشر. تمام، نجيب بيبر تكتشر عادي من فريبك او اي حته، اكتب بيبر تكتشر. نجيب البيبر تكتشر ولا انزله، احطه هنا، هنعمل له ايه، كليبنج ماسك ايه فوق اللون ماسك، نغير بس ايه المود بتاعه ليكن سوفت لايتنجز. نظبط بقى دي، كده خلاص معايا بقى كل دول. نعملهم سمارت اوبجكت، كونفرت تو سمارت اوبجكت، خش عليهم، نغير السايز فريم دي بقى كده. تمام، جينا عملنا ايه، كنترول شيفت اس، سيفها بي ان جي في الفايل بتاعنا. سيف، اوكي، خش نجيبها نحطها البروجكت بتاعنا، كبرها. نحذفها بقى ورا بكنترول وشيفت وجيم، تحذف اخر حاجة ورا. ننزل بقى نجيبها، نخفي بقى اللي احنا كنا عاملينها، نحط دي مكانها.
شيل دي، بقت معانا الورقة اهي، عايزين نعدل فيها. لو انا مثلا شايف ان اللون مش انسب حاجة، اخش على الفايل بتاعها هنا عادي، افتح اللون شوية كده كده، وليكن يعني اللي انت عايزه، تعمل كنترول شيفت اس بي ان جي، هسيبها على الفايل القديم كده، دوس سيف. اوكي، لا اتغيرت هنا اهو، يس تمام بكل بساطة، غير لك اللون على حسب بقى اللون اللي انت عايزه. اللي ورا ده انا عامله ازاي؟ هتلاقي ان انا عامل زي علقة بكل بساطة، بين تول، خلي البين تول بس ترسم شيب، بين تول اهي اهو، هي عاملة جريدينت، عايزين اللون عادي ويبقى ستروك. ولنفترض ان احنا كده عملنا الخط، نتخنه شوية، نحذفه برضو ورا، بقى معانا الحبل اهو موجود زي الحبل اللي انا عامله. الراس والحاجات دي يا اما تجيبها من هنا بيبر بين مثلا، عندك بنز كتير اهي، او ان انت تعملها دايرة وخلاص، تحط هنا دايرة وعصاية ازاي اهو كده مثلا اهو، خليها فيلم مش ستروك، وتجيب البين تول تاني تعمل كده نقطة هنا نقطة، خليها ستروك، تديها بقى نفس الألوان طبعا، ايه اي خليها ستروك ستروك، العصاية ممكن تفضل سودة، الدايرة ممكن تبقى بني، نخلي العصاية بقى ورا الدايرة بكنترول ايم، نزلت ورا الدايرة بكل بساطة، عملنا نفس الكلام. التفاصيل اللي جوه دي بقى براحتك بقى، انت عايز تشكل فيها. انا كل اللي انا عملته بدأت ايه، اخد الستروك اللي زي الحبل ده واعدل فيه، الورق ده اعدل فيه الحاجات، اغير الوانها. دي مثلا الصورة دي، دي اللي انا عملتها لحمزة تحت الله يرحمه، هي دي بتاعت صورة حمزة، هي دي، استغليت نفس الفكرة ان في فريم هنا وفي هنا بصمة كده، قمت خليت صورة هنا وصورة العربية هي اللي تحت، تمام نفس الفكرة، ما غيرناش اي حاجة. الصورة دي جايبها من فريبك، كتبت هنا فلسطين، هتلاقي بقى كذا واحدة منها دي مثلا، غيرت ألوانها وهكذا. تبدأ ترص الفيكتور بتاع الكاركتر ده، تعمله ازاي؟ خش على فلات ايكون واكتب ايه بيرسون، تلاقي بقى كذا شكل، الشكل اللي يعجبك نزله وحطه وغير لونه. لو انتوا عايزين تفاصيل لدي ممكن نبقى نعملها سوا، بس هي عايز اوريكم الموضوع بشكل عام عشان خاطر دي تفاصيلها كتير. كل صورة من دول انت بتظبطها على فوتوشوب، بتجيبها منين؟ من الفيديوهات يعني الاخبار عادي، تظبطها على فوتوشوب، بتحط لها بيبر تكتشر زي ما احنا عملنا الفيديوهات اللي فاتت، وبعدين تسيبها بي ان جي وتجيبها هنا، او جي بي جي عادي وتجيبها هنا. وليكن مثلا الصورة دي مثلا انا عايز احطها مثلا ويبقى ايه اطرافها مخربشة، هعمل ده الكلام ده ازاي؟ هجيب صورة دي مثلا، ناخدها كنترول سي كنترول في، صغرها نعدلها، نحطها فوق الصورة ونعمل لهم هما الاتنين سيلكت، ميك كليبنج ماسك، شايفين كده الايدجز بقت عاملة ازاي؟ خلينا نخلي الكليبنج ماسك وستروك عشان يبقى واضح معانا اهو، واضح كده معانا الصورة بقت عاملة ازاي. طب الصورة كده صغيرة شوية، ممكن نكبرها عادي، شيفت والت مكبر، خلينا الصورة واخدة الحواف كده بكليبنج ماسك بس، ده بقى اللي معمول في كله. تبدأ بقى توزع توزيعتك اللي مريحاك. ليه عملنا بقى النموذج بالشكل ده؟ عشان النموذج بالشكل ده وفر علينا كتير. الفيديو اللي فات الصور احنا خدنا بالنا قد ايه اخدت مننا وقت، احنا عشان ما ياخدش معانا وقت كده برضو، عشان ننجز على نفسنا وعشان الموضوع ما يبقاش مرهق، نعمل لنا بقى ارت بورد جديده، ناخدها كده نسخه عشان تتاخد بالعناصر اللي جواها. خدنا نسخه ازاي؟ دوسنا الت ودوسنا على الاسم بتاعها وشدناها، خلصت كده. وبالنسبه للعناصر كده جاهزه، انا سايب المربعات دي فاضيه، دي هيتكتب فيها التواريخ بس عشان هنملاها جوه افتر افكت، فدي احنا هنجهزها من هنا خلاص، مش هننقلها على فوتوشوب. الملف ده لوحده هيبقى متاخد على استريتور على افتر افكت على طول، بس احنا عشان يبقى معانا تصور فاحنا ممكن نسيبها كبي ان جي، سبورت از بي ان جي، نجيبها نحطها معانا ايه في الستوري بورد اللي احنا بنعملها، مش هننقلها على افتر افكت من فوتوشوب، بس ايه هنخليها كده معانا عشان يبقى المشهد كله باين معانا. نزلها تحت بكنترول وشيفت وجي، بقت تحت الخلفيه نطلعها معانا. نلغي بقى المايكات،
التلفزيون والمربع ده، نلغي برضو ايه الدايرة، بقى معانا الملف اهو. يبقى ده كده الموضوع كله اختصرناه في مشهد واحد. هنعمل بس حركة ان احنا نزوم، فيبقى معانا كل مشهد كده زوم اهو، اللي بعده زوم اهو، اللي بعده زوم اهو. يبقى احنا اختصرنا الموضوع كله في مشهد واحد. ده طبعا بيبقى توفيق من ربنا ان هو ايه يجيب لك فكرة تلم لك الموضوع كله، بحيث ان انت ما تفضلش تتعب في كل مشهد. يبقى كده فاضل لنا الرسالة والخاتمة، مشهدين. والد دحدوح حاله حال اكثر من 2 مليون من ابناء قطاع غزة، ادي ده مشهد. والخاتمة بقى ان 7 اكتوبر لم يكن بداية القصة، بل كان مجرد فصل جديد في سجل الصمود. طيب هنعبر عن والد دحدوح حاله حال اكثر من 2 مليون من ابناء قطاع غزة ازاي؟ ممكن نجيب صورة لقطاع غزة، وكتبنا هنا بلسطين مان مثلا، شوفوا الاقتراحات اللي موجودة. دي نماذج طبعا موجودة، بس احنا عايزين حاجة ايه مبينة قطاع غزة وكده. دي موجودة بس بفلوس، نور شوية. دي موجودة معانا اهي، ممكن نحملها في داونلود. نفتح الملف من القطاع كله. كل اللي انا عايزه ايه غزة. خلاص ده مجموعهم مع بعض. احنا كل اللي عايزينه ايه ان ده بس اللي يبقى بلون مختلف، ده كله مفيش مشكلة، بس ده يبقى بلون مختلف. فاحنا بس هنعمل ايه، هنشيل الكلام اللي فوق ايه ده، احنا اللي احنا عايزينه ده كده بس. هناخد دول كنترول سي كنترول في سمارت اوبجكت انتر، ادي لوحدها كنترول سي كنترول في سمارت اوبجكت انتر، نحطها مكانها. انا كده معايا ايه غزة لوحدها وفلسطين كلها. نبدأ بقى ندي فلسطين كولر اوفرلاي، ناخد اللون ده مثلا اهو تمام، وندي غزة كولر تاني وليكن الاحمر. يبقى احنا كده معانا ايه تفاصيل العلم. ممكن برضو زي ما عملنا في الصور اللي فاتت نديله نويز، مش ظاهرة معانا عشان احنا عاملين color overlay. خلينا نعمل اول ده convert smart object filter noise add noise، اهي ظهرت معانا اهي، بس نقللها شوية تمام. خلي برضو دي ايه convert smart object، خلي النويز دي ابيض واسود كده، حاسسها زيادة حبتين تلاتة، ممكن نقلل الأوبس بتاعت نويز نفسها من هنا، نقلل الأوبس شوية، وليكن كده مثلا. نفس الكلام هناخد بقى النويز زي ما هي كده، نحطها ايه في اللاير اللي فوقيه اللي هو بتاع غزة. نظبط لاير غزة شوية احنا قلنا عايزين نضيف هنا ان وائل الدحدوح حاله حال اكثر من 2 مليون من ابناء قطاع غزة. كنترول سي كنترول في، كبر التكست شوية كنترول دي، نجيب بقى من هنا بين تول ونعمل شيب. هنغير هنا من المود يبقى شيب بدل ما هو باث، نعمل شيب كده مثلا، خليه ستروب بس مش فيل ستروب، ونخليه لونه بيج مثلا عشان يبقى باين معانا. الكلام ده ممكن نعمله كده بس بشكل ان احنا بنجهز نفسنا، بس عادي ان احنا نعدله من جوه افتر افكت. دول نقصر القص شوية تبقى كده مثلا، نديله بيك نفس ده، نرفعه سنة معانا كده، ونكتب فوقيه بقى 2 مليون. هذا حالة أكثر من 2 مليون، خد 2 مليون بس لوحدها كنترول سي، ناخدها كده كنترول A كنترول V. حاله حال أكثر من 2 مليون. لو عايزين نضيف كمان إيه من أبناء قطاع غزة ماشي، بس هو خلاص الصورة معبرة عن إيه حاله حال اكتر من 2 مليون من ابناء قطاع غزة. ممكن بقى نحولها العربي كده، احنا غيرنا التكست عشان تبقى مكتوبة بالعربي اهي،
على حسب بقى، حابب تكتبها بالعربي حابب تكتبها بالانجليزي، انت حر. نقرب الارقام من بعضها بس شوية كده. كده فاضل لنا اخر مشهد اللي هو 7 اكتوبر لما يكون بداية القصة، بل كان مجرد فصل جديد في سجل الصمود. فانا حابب دي ان تبقى رسالة مكتوبة، ما اعملش في اي حاجة يعني، احنا نطلع التكست بقى ذات نفسه عشان هو اللي هيبقى مكتوب. 7 اكتوبر لما يكون بداية القصة. بس هنلعب الفونت شوية وهنلعب في أسلوب العرض، بل كان مجرد فصل جديد في سجل الصمود. فاحنا كتبناها عادي بتكست عادي تمام، بس واحنا بنكتبها الكاميرا فصلت، فهو 7 أكتوبر، 7 معانا هي بالأحمر، وأكتوبر لم يكن بداية القصة بل كان مجرد فصل جديد في سجل الصمود. دي إيه؟ مش هنعمل لها حاجة، بس هتبقى إيه؟ رسالة كده في آخر الفيديو. طبعا التكست ده هيتغير عادي ما فيهوش مشكلة، وده برضو احنا محتاجين عايزين نغيره نغيره ونعمله بشكل تاني ما فيش مشكلة. كل التكست هيبقى معمول لوحده، كل التكست ده هنحركه في الآخر لوحده في افتر افكت تمام. فاحنا مش مستعجلين ان احنا ايه نعدل فيه هنا. لو احنا بقى عايزين نخلص الفايل ده من فوتوشوب مش من الستريتور، هنجيب الفايل ده نخش على الستريتور ونسيف كل واحد فيهم لوحده. الورقة دي نسيفها لوحدها، ودي لوحدها، ودي لوحدها، لان دول المفروض اللي هيتحركوا في الفريم، انما بقيه الفريم كله هيبقى ثابت تمام. فانا خلينا نعدل الورقه من ورا كده ونطلع من الفايل بتاعها او الجروب ده التلات ايه التلات ورقات دول، ما اصلا لوحدهم فوق اهو شايفين كده، يبقى ده لوحده وده لوحده، دول لوحده. سيب بقى دي لوحدها من غير دول. اكسبورت، اكسبورت از بي ان جي، قالت ده حدوح تمام. نبدأ نجيب بقى الورق ده، الشرط نسيبه، نجيبه بقى على فوتوشوب واحدة واحدة. رول في سمارت اوبجكت، نجيب التانية، تالتة. معانا النموذج ده ذات نفسه بقى عشان خاطر ايه نعرف منه المقاسات المظبوطه. خلاص عرفنا المقاسات المظبوطه، نحط بقى النموذج التاني اللي هو ما فيهوش الورق اصلا تمام. يبقى كده ايه الستوري بورد بتاعتنا خلص. بس كده، معلش بقى الموضوع كان فيه تفاصيل وملعبك، بس ايه الحمد لله يعني انجزناه. ان شاء الله يبقى فيه استفاده كبيره من الفيديو ده، ولو في اي اسئله ممكن تسيبوها لي في الكومنت، ولو في اي اقتراحات عايزين نضيفها ممكن تسيبوها لي في الكومنت. لحد هنا يبقى احنا خلصنا من الدوره، السكريبت، كتابه السكريبت وتسجيله وتحويل السكريبت لصور. المرحله الجايه ان شاء الله هتبقى تجهيز ملف البي اس دي اللي احنا عملناه او الفوتوشوب اللي احنا عملناه عشان نحطه على افتر افكت ونبدا نحركه، وبعد كده ان شاء الله هيكون التحريك ثم اضافه المؤثرات الصوتيه والسبتايتل. ما تنسوناش بقى من اللايك والشير والكومنت، وما تنسوناش من صالح دعائكم. السلام عليكم.